هو فتح كرتونة كاراتيه اللي هي بتكسب حاجة مختلفة كده لأصحاب المغامرة. بدل ما نجيب كيس ولا اتنين، انا جبت كرتونة هي متبرشمة وهفتحها قدامكم هنشوف هنكسب فيها ايه. انا رحت اجيب اللي هو توي سيتي اللي هو ب5 جنيه كبير، ملقتش بصراحة. وهو قال لي يعني الراجل بتاع المحل قال لي انه النوع اللي اسمه ده اهو اسمه بينجو سيتي نازل جديد، وده مش بيكسب هدايا بس، لا في اكياس بيبقى فيها فلوس. حتى الرسمة اهي على الكرتونة فيها بصوا هدايا وفلوس. فانا بصراحة قلت اجرب. هو الكيس من ده ب2 جنيه، انا جبت كرتونة ب37 جنيه تقريبا. بصوا هي فيها 20 كيس مش 12، تمام. هنفتحها مع بعض وهنشوف الهدايا اللي انا هكسبها. بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشجعوني عشان اعمل تحديات اكتر واجيب حاجات اكتر. ووصلوا القناة 5000 مشترك بسرعة علشان احنا داخلين خلاص على 5000. زي ما قلت لكم ان احنا داخلين على 5000 مشترك يا جماعة، ووصلوا لي القناة ل 5000 مشترك وحطوا لايك للفيديو عشان اكبر عدد من الناس يشوفه. مبدئيا ده شكل الكيس اهو اهو، اسمه بينجو سيتي بطعم الكاتشب. مع اني انا بصوا سبحان الله انا طالباها بالجبنه، فالكيس ده يعني كلهم بالجبنه، الكيس ده بس بالكاتشب مش عارفه ازاي. بس يلا نشوف. تقريبا يعني هديه كبيره، بصوا هديه دي حصاله اهي، حصاله صغيره مفتوحه من هنا اهي وعليها الرسومات دي كرتون. يعني اول هدية طبعا الكيس بالكاتشب مختلفة عن الكرتونة كلها. فاول هدية كانت معانا اللي هي الحصالة، ده بالجبنة. انا طالبة الكرتونة كلها بالجبنة، مش عارفة بقى ليه كده، ليه الكاتشب اللي جه ده. بصوا دي بتعمل صوت كده الزمارة بتاعت الاطفال، بس مش عارفة ايه الهدية دي. بس تمام انا اولاد اختي هياكلوا، يعني هياكلوا الكاراتيه وهيلعبوا بيه، هيلعبوا باللعب يعني. انا بصراحة منتظرة الفلوس، هو قال لي انه بيكتب فلوس فانا منتظرة. ده تقريبا ما فيهوش اي حاجة، او هو خفيف ممكن نلاقي فيه فلوس، بس انا مش لاقي اي حاجة فيه يعني. لا في حاجة اهو، واو. دي ساعة، ساعة اطفالي شكلها حلو برضو. طبعا هو الهدايا بتاعته بسيطة علشان هو ب2 جنيه مش ب5. ان شاء الله انا كنت راح اشتري ابو 5 بصراحة، فان شاء الله الهدية يعني التجربة الجاية هتبقى ان شاء الله من ابو 5 جنيه. بصوا دي زي مش عارفه ايه بصراحه، نفتحها مع بعض نشوف ايه دي. مش عارفه هي صور كوتشينه بس ورق، يعني هي الرسومات بتاعتها كريستيانو وميسي ولاعبين الكوره يعني، بس هي ورق. دي كوتشينه فتمام حلوه برضو شغاله. بس انا لحد الان يعني كده فتحت يعني كام كيس، ثانية عدهم اللي اتفتحوا 4، فانا منتظرة الفلوس. نفسي اكسب فلوس. دي زي انتيال كده او حزازة، مش ذوقي خالص بس تمام هديها لبنت اختي اهي شكلها. لعبة برضو هي بتعمل زي مروحة كده. انا حاسة ان الفلوس هنا عشان الكيس خفيف، وتقريبا يعني يا اما في فلوس يا اما ما فيهوش حاجة خالص. واو. بس يعني يوم ما كسبت فلوس كسبت جنيه،
اهو شكله جنيه. فين الميات؟ فين الخمسينات؟ الراجل قال لي انه بيكسب 50 و100 وكده يعني. هنا برضو انا حاسه ان في فلوس لان الكيس خفيف، او يا اما ما فيهوش في فلوس برضو. جنيه كمان، وانا مش بكسب غير جنيهات ولا ايه يا جماعه؟ يعني يا جنيهات يا هدايا اطفال، مفيش حاجه للكبار خالص. برضو دي لعبه برضو انا مش فاهمه ايه فكرتها، بتحط لها حجر تقريبا، هو ده شكلها يعني. انا هايفه يا جماعه والله، هايفه وبجيب حق العيال. في فلوس هنا انا حاسه برضو، عشان الكيس اللي بيبقى خفيف جنيه يا جماعه. هو انا مش بكسب غير جنيهات ولا ايه؟ كده انا كسبت 3 جنيه لحد دلوقتي، وجنيه كمان ادي 4. واو 5 جنيه يا جماعه لحد دلوقتي، مش ما كسبتش 5 بس، يعني ده 5 جنيه اكسبه. الكراسيت قلب وخرب الدنيا. لسه عندي امل اكسب فلوس. ده 6 جنيه يا جماعه، هو تقريبا الفلوس كلها جنيهات. دي ساعه برضو زي الساعه اللي كسبتها بس لون اصفر. دي برضو دي السلم والتعبان اهو، دي لعبة السلم والتعبان. دي زمارة برضو من اللي بتعمل صوت اهي. هي العاب اطفال صغيرة خالص يعني، وهي واحدة تانية حظ الاطفال ولاد اختي. بصوا ده اخر واحد، كان عندي امل اكسب فلوس كتيره يعني اكتر من الجنيهات، بس تمام شغال. ده كان اخر كيس في 6 جنيه برضو. خلاص الكرتونه دلوقتي خلصت يا جماعه. انا كسبت حصاله وتلاتة من اللعبه دي، واتنين ساعه، والدبدوب ده، وسلم وتعبان، وكوتشينه، وانسيال، وكسبت كمان 7 جنيه اهو. 7 جنيه 2 4 6 7. دي كانت الهدايا اللي انا كسبتها. لو الفيديو عجبكم حطوا لايك، واكتبوا لي في الكومنتات المره الجايه عايزين التحدي عن ايه، وما تنسوش بقى تشجعوني وتقولوا لي رايكم في الفيديو. هتوحشوني جدا جدا جدا. باي باي.